بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كثير من الأخوة والأخوات يسألون لماذا عزاؤنا لا يبدأ في يوم العاشر، أي بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، أليس هو هذا المتعارف؟ يعني بعد أن يكون هناك قتل وبعد يعني الواقعة يكون هناك عزاء، لماذا نحن نبدأ العزاء من أول يوم من شهر محرم؟ لماذا لا يكون بعد العاشر بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام؟ وهذا التساؤل تساؤل قديم، كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء رجل وقال لمولانا الإمام الصادق عليه السلام: سيدي جعلت فداك، إن الميت يجلسون له بالنياحة بعد موته أو قتله، أي أن الإنسان عندما يموت يجلسون أهله بالنياحة بعد موته أو قتله، وأراكم تجلسون أنتم وشيعتكم من أول الشهر بالمأتم والعزاء على الحسين عليه السلام. الناس عادة عندما يموت فلان يعني بعدها يقام له العزاء والبكاء والنحيب إلى غير ذلك والنياحة، ولكن أنتم تقدمون العزاء من أول يوم من الشهر، فلماذا؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: يا هذا، إذا هل هلال محرم نشرت الملائكة ثوب الحسين، نشرت الملائكة ثوب الحسين عليه السلام وهو مخرق من ضرب السيوف وملطخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتنفجر دموعنا، أي أن الملائكة في هذه الليلة، الليلة الأولى من شهر محرم من الحرام، تنشر قميص الإمام الحسين عليه السلام بين السماء والأرض، ثوب الحسين وهو مخرق من ضرب السيوف وملطخ بالدماء، فيراه أهل البيت، يراه صاحب الزمان، وتراه الشيعة بالبصيرة لا بالبصر، فتنفجر دموعنا من أول ليلة، ويبدأ العزاء على سيد الشهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن تنفجر دموعنا على مصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا ما ورد في كتاب ثمرات الأعواد، برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.